هذا بعد ما كتب الوالد سيد الساج مسح احمد رفاع الوزير نائب شيخ الطريق رفع الصبي العلماء وقالهم في شان الاموات واحوالهم شيخ الاسلام احمد بن تيميه الامام الشيخ ابن القيم الجوزيه الامام الشيخ محمد بن الوهاب جمع وضع عداد فيصل مراد علي رضا. هني سبحان الله كاتب في صفحه وحدثنا محمد بن حسين حدثني بكر محمد حدثني محمد القصاب قال كنت اغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي الجبانة قال فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو لهم ثم ننصرف. فقلت ذات يوم لو صيرت هذا اليوم الاثنين فقال بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوم قبلها ويوما بعدها. حدثني محمد حدثني عبد العزيز بن أبان قال حدثنا سفيان بن الثوري قال بلغني عن الضحاك أنه قال من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته فقيل له وكيف ذلك قال لمكان يوم الجمعة. الفصل السابع ذكر الشيخ ابن القيم في كتابه الروح صفحة 73 على 76 وأما الجواب فصل فنذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينجي من عذاب القبر منها ما رواه مسلم في صحيح عن سلمان الفارسي طبعا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن من مات أجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان. في جامع الترمذي من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له مجاهدون يعني يمكن الشهيد عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وفي السنة عن سنة النسائي عن راشد بن سعد عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا شهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وعن مقدام بن معد يكرب قال رسول صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر يأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منه خير من دنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه رواه ابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وهذا حديث قال هذا حديث حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءة على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك سبحان الله حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. روينا عن في مسند عبد بن حميد بن أبي إبراهيم بن الحكم عن ابن أبيه عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال رجل ألا قاعد أسجل بس ألا أتحفك بحديث تفرح به قال الرجل بلى قال أقرأ تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير احفظها وعلمها أهلك وولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإن المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له إلى ربها أنجيه من عذاب النار فإذا كانت في جوفه وأنجي الله بها صاحبها من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم أردت هذا كتاب ابن تيمية شيخ المنوفية الثاني أبو عبد الملك يقول أنه لقى واحد يقرأ سورة الملك بقبره أنها في قلب كل إنسان من أمتي. قال ابن عمر بن عبد الرؤوف صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن سورة 30 آية شفعت في صاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. وفي سنن ماجه في حديث ابن رضي الله عنه ويرفعه من مات مبطونا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وقد ربح وربح وريح عليه وربح عليه برزق من الجنة. اي والله المبطون هذا في سنن النسائي عن جامع قال سمعت بشكر يقول كنت جالس مع عيسى بن سرة وخالد بن عرفطة فذكر رجلا مات ببطني فإذا هم يشتهيان أن يكون الشهداء جنازتي فقال أحدهم الآخر لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وبطنه لم يعذب قبره. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شعبة حدثني أحمد بن جامع بن شداد قال أبي فذكره وزاد فقال الأخربي صلى الله عليه وسلم.